السكان ديال هاد الحي هذا. حنا خلقنا هنا وتربينا هنا، من خلقنا كان ديما هاد الطريق هادي متلوقه وكنا كندوزو، وكانت الدنيا عندنا مامنه، كان كاين ديما الحارس ديال هاد السكه، كانوا كاينين الحواجز، كان كاين الصوت ديال الاعلام باش من كيكون الترن دايز كيجي الصوت اللي كيعلم، يعني كانت الدنيا امنه، ما كناش كنخافوا، كنا كندوزو من هنا. شحال هادي كنا ديما الترامبيه كتنزلنا لتحت، كنا كنطلعوا عيدا. دابا واخا عملوا الترامبيه، ولكن الترامبيه ماشي دائما غتلبي لك الحاجات ديالك في كل وقت، كاين بعض الاوقات خصوصا حنا كنقراو كنمشيو نقراو بعادين، انا كيكونوا عندي لي كور خصني نلتزم بالوقت، ما يمكنليش نتعطل، وكيكونوا تابعيني جوج ترامبيات حيت كنقرا في كليه بعيده، كنكونوا بعض المرات ما تقدرش تستنى الترامبيه، كتهود من هنا باش تستنى باش تشبر التاكسي باش تسربي راسك دغيا، وما يمكنليش انا بوحدي ندور هاد الطريقه هادي كامله. اول حاجه على البعد، ثاني حاجه غيمشي لي الوقت، ثالث حاجه كاين الخوف انك تدوز في هاد الطريق هادي بوحدي لك، وفي الصباح بعض المرات كنمشيو ليكور. مشاو البارح الناس، مشاو عند الوالي والبلديه وتشكاو الناس، وداو اربعه الافراد من هاد الحي هذا، تشكاو عندهم وقالوا لهم الحاجيات ديالهم، ولكن هاد الشيء هذا بقى في جانب، وجاو باللي مع جوج دليل بدون سابق انذار باش يعملوا حاجز هنا باش ما يدوش، بلا ما يعلمونا، بلا ما يجيبوا لنا بديل على هاد الطريق هذا، حيت باش تغلق الطريق ما بين الصباح وعشيه خصك اول حاجه تكون علمتي، ثاني حاجه تكون وفرتي واحد الطريق اخر اللي دوز منها السكينه من غير هذه، حيتاش هاد السكينه هادي راه هاد الطريق هادي بالنسبه لي راه اساسيه ومهمه بزاف، ماشي شي حاجه اللي ثانويه بالنسبه لنا، حيتاش ماشي غير هاد الحي هذا اللي كيدوز منها، راه كاين حي هذا، كاين الحي اللي تحت، كاين جوج احياء بعادين شويه حتى هما راه كيدوزوا من هنا، حيت وسائل النقل ماشي دائما كيكونوا عندنا متوفرين. اختي الحبيبه، خصنا الطريق ديالنا تبقى لنا محلوله، حنايا متضرين في هاد الطريق هذا، كيجيو بالليل كيشد في جوج دالليل، في جوج دالليل تخلعنا واحد الخلعه ما عندها ثمن، يعني جاوا الحيوطه معدلين خصهم يشدونا الطريق، حنايا الطريق هذه هي المتنفس ديالنا الوحيد، حنايا الطريق هذا ماشي غير واحد ماشي جوج يعني كيستغلها، يعني من تحضيري حتى التسعه هذه هي الطريق ديالنا، وماشي غير الحومه هذه، راه ثلاثه ولا اربعه الحومات كيستغلوا هاد الطريق هذا، فهمتيني؟ يعني مضرين حنايا الا تشدنا هاد الطريق هذا ما يمكنناش نعيشوا هنا في هاد الحومه، هذه هي المتنفس الوحيد ديالنا، يا هاد الطريق يا الموتى توقع، يعني مستحيل حنايا نعيشوا بلا هاد الطريق هذه، مستحيل. انا نعطيك غير مثال، انا بيدي دابا عندي ثلاثه دلولا العواون كيقراو، ثلاثه العواون ما يمكنليش انا نخلص عليهم كاملين، وانا غير ارمله، باهم مات ما يمكنليش انا نخلص على ولادي، ما خدامه ما حتى حاجه، عندي العواون ستيتوين، كيفاش غنعمل انا نقري ولادي؟ واش هذا راه عندهم شي حق يجيو بالنهار يوريونا الحق ديالهم يعملوا الطريق ديالهم، ما عندهم شي يخليونا الطريق ديالنا، هذه الطريق ديالنا، هذه حنايا يا نموتوا هنا يا يشدونا هاد الطريق. كنطلبوا منكم اخت الله يجازيك بخير، هاد الطريق شدوها علينا ما عرفناش علاش، شدونا على وليداتنا وعلى خدمتنا وعلى السوق ديالنا وعلى فارماسيا ديالنا، وشدونا على كل شيء، بغينا نعرفوا علاش شدونا على هاد الطريق. الطرق جينا نسكنها كنسرح الطرق، دابا ما بقاتش مسرحه، غلقوا علينا، فيدونا بشي حاجه، علاش غلقوا علينا؟ خصنا نعرفوا هاد الطرق من عهد الوالا باش شدوها، دابا اي طرق ما كتبقاش مشدوده، هذه شدوها وكيجوا ثاني جوج دليل كيشدوها، فيدونا بشي حاجه، علاش كيجوا في الليل؟ لا كان عندهم غير يشدوها يجوا بالنهار باش يخدموا وجههم احمر. عياهم يتشكاو، اينا ما نتشكاو، عياهم يهاودوا واخا تلقوا لنا واخا كيخليونا. فهمتي؟ عياهم يتشكاو. حنا خطر علينا، خطر على وليداتنا، خطر. انا اليوم حاليا نزلت هنا في 11 دليل هنايا. شنو يعقلي مول التاكسي؟ قال لي دابا انت خارجه بحالك بوحدي، قلت له خارجه بحالي بوحدي، ربي معايا. ها الليلة اليوم. حنا بغينا الطريق ديالنا تبقى محلوله كما كانت محلوله. هادشي اللي كاين، ولادنا خطر عليه. أنا 30 عام وأنا هنايا، والطونوبيل باش نجي هنا ما نقدرش نطلع من دورة الترامبية هنايا، والمطريق، ما عندي ما ينعتي. أنا ما نقدرش نمشي، ما نقدرش نخلف. الخلفة عندي بادي. دابا شي قال أولا الطريق ما عندنا ما ينعتي. دابا خليونا الطريق مفتوحة باش نجرو ما نمشي ونجي. ولادنا صغارين يمشيو للمدرسة ويجي. باش يعملوا الدورة هيدا بزاف، تما تسمحوا يذبحوها منا. دابا الطريق خلوها لنا مفتوحة. دابا يزيهم الطريق خليهم صح، هنا ما نقدرش نهوت عينا نغوتو عينا غدا جاو جوج دليل غلقونا الطريق ساقطعوا الناس زعما الناس ناعسين صافي يا ناس ناعسين دابا خليونا الطريق مفتوحه هادي جوج دليل جاو زعما غلقونا الطريق دابا خليونا الطريق مفتوحه باش ما نقدرش نمشي لرجلي ونجي لرجلي
بزاف علينا ولات صغار اللي مشاو المدرسه. اسمع حنا اختي كنطلبوا عين، المهم تبقى لا الطريق مفتوحه، الطريق تبقى مفتوحه. حنا جاو في جوج الليل يعني جابوا الزرب، جابوا الحيوطه، جابوا الرمايك ديالهم، يعني واش كاين شي واحد كيخدم في جوج الليل؟ يعني الانسان كيخدم بالنهار ماشي بالليل. حنا ناعسين ما عارفين حتى شنو كاين، حتى كيقولوا لنا الطريق كتشد، وحنا مي غنكوزو عندنا ولادنا صغارين في الحضانه في مدرسه، والرجال ديالنا كيكوزو كينزلوا من الترونسبور راه فيناتي مي غيمشيو ماشي غيطيرو. الطريق اختي بعيده، انتينا كتشوف قنطره راه فين، واش الراجل غيمشي حتى راه فيناتي يمشي يركب في الترونسبور؟ واش انا عندي العائله حتى المدرسه على رجليه؟ ايوا اختي الله عطا الله هو هذا. ايوا اختي هذيك ما عندناش البديل، ما عندي مين نكوز، ما عندناش البديل. طبيعة الحال كتشكى، حيت كانوا شحال هذه كان يعني العساس كانوا ديك البرات جاو حيدوا البرات يعني بلا خبرنا، جينا عينا من نعملوا احتجاجات، عينا ما نوقفوا، عينا ما هذيك حتى شي واحد ما كيسمع لنا باقي لحد الان. قالوا يعدلوا القنطره، حنا باقي كنتسناو القنطره والطريق قديمه راه 40 سنه وزياده، راه كطلع عند ديموس كطلع عند بومبارك، يعني كدينا كل شيء من الشريعه يعني راها قديمه، وحنا كبرنا هنايا ماشي اليوم عاد تجيو يشدوها. اه والله الا إيه اختي الله عطا الله هو هذا. دابا حنا ما عندناش البديل منا، ما كاينش البديل. دابا حنا كنطلبوا عين قنطره يعملنا شي حل.